شوفي راه اللي كول هو اللي ولا دابا طايح هو اللي ولا مزيان. باغا تاخدي بوموط باش تتسطي انا خدت صنطافه ديال الطوموبيله سهوله. مالك؟ قال لي نتلاقاو في العشيه. المهم غادي نعاودو نفكرو بالخطوات باش تخلي عندو طباع زوين من اول مره. الخطوه الاولى انك خاصك تكوني زوينه، واخا هادشي ما كاينش نحاولو نعاودوها في الخطوات الاخرين. شي شرط معاه ولكن مع شي بيبي بالك صغير سيرفور اي حاجه. ملي يكون كيعاود ليك على شي حاجه مهمه طرات ليه ما تقطعيش وتحاولي تقولي ليه حتى حتى انا طرات ليا ولا خليه وسمعي لي ودير راسك متاثر بداكشي اللي كيقول وضحكي عليه الجوكس ديالو واخا يكونوا حامضين. الخطوه الرابعه ملي يجي داك السكت اللي كيحشم عندك تقولي ليه ايوا بالعكس حافظي على الابتسامه ديالك ومره مره شوفي لتحت هكا غادي تبقاي تباني كيوت وكتحشمي. الخطوه الاخرى المهمه الدغمه ديالك كتساوي جوج دغمات ديالو. كيفاش ملي تاكلي الدغمه الاولى ما عندكش الحق تكملي الدغمه الثانيه حتى يضرب عليك هو جوج دغمات. ملي توصلي للناس ديال البلا ستوب باش ما تبانيش وكالي عليه وتحافظي على الانوثه ديالك. واو بنينه بزاف خاصة تلقى راسو دغيا ياكل هاد جوج دغمات ديالو باش نعاود ندوقها. يلا سربي سربي طلق راسك طلق راسك وطلق راسك. كيفاش بغيت نقول لك عليك طلق راسك في داك الشيء اللي اسمح لي انا مشيت للتواليت وغنرجع. الو البنات انظرا كي غادي داك الشيء مزيان تخيلي معايا درت دوك الخطوات كامله اللي قلتي ليا ولكن اون فوا وصلت للخطوه الرابعه راني ما قدرتش غير تحط هذاك الشيء ما عرفتش شنو فيه في الفرماج ولا دانت فيمي ما غاديش نقدر نتسنى وحتى قدرت نتسنى راه ما غنقدرش نوقف في النص ديال البلا. واش ما بقاش عجبك الدري؟ راه عجبني الدري ولكن راه عجبني حتى البلا كثر صاحبتي. شوفي كوني هانيه عندي لك واحد الفكره غادي تخليك تفرحي قلبك ومعدتك في نفس الوقت واحلو معايا ودنيكم بجوج. ندخل انا الاولى غادي نبرك حدا سهيل مع غادي تحط البيتزا ديالي غادي تجي انت يا زينب وغادي تبركي حدا نوره وضموتي بحال البلا اللي خدات ومن بعد غادي نحاول ناكل البيتزا ديالي ونخلي حتى الطرف الاخر باش ما يشكش فينا. غادي نحاول نستعمل الكيتشوب غير باش نوصخ ليه بيه حوايجه ديك الساعه غادي هو يطير لنوض الطواليت. في ديك الوقيته غادي تدفعي انت البلا ديالك لنوره باش تاكلو دغيا وقبل ما يرجع. من بعد ما غادي يرجع غادي تلقى البلا ديالك كاع مقلوص وانت غادي تكملي في البريستيج ديالك بحال ما وقع والو وغادي تكوني عرقتيها. عجبتني ريحتها جيت بغيت غير ندوق حتى لقيتها سالات صاحبتي عافاك نوره سمحي لي. كي غندير دابا انا كي غادي ندير معاها انا غنكمل ديالي وغنكمل ديالو وما سوقيش ما غتابوندونيش بحال هكا صاحبتي خلينا نفكروا شويه. البنات هو جاي اول حاجه انت يا زينب غادي تمشي دوموندي البلا ديالك ولكن هاد المره ما غاديش تاكليه ومن بعد 10 ديال الثواني مما غيتحط البلا ديالك غادي نحاول ندخل البيت ديال طونط في كاع الماكل وديك الساعه فاش غادي يتحط لا ما غادي يكون قادر يشوف والو غادي تبدلوا البلايص وغادي تاكل هي البلا ديالك بلا ما يعيق. ولا بغا زينب ياخذ التليفون باش يشعل البيل حاولي تلهيه وشدي ليه في يديه وعيشي معاه الرومانسيه. وهي بصراحه نوره عايشه الرومانسيه مع البلا ديالها. اخيرا ستريسانا في اللحظه ولكن جودة زوين الصراحه. صراحه مزيان اللي تقطع الدنيا صراحه واحد اللحظه رومانسيه واعره اجي اجي
تنسوني. صراحة نورا حتى انا حسيت الجو غزال بزاف، عرفتي خصوصا ملي كنطفي الضو وجدت لي في يدي مع دوك الخواتم. واو خواتم؟ اش من خواتم؟ كاين خواتم كنديرهم في يدي، ما كانش داير خواتم. واش متاكده صاحبتي؟ سي صاحبتي ملي كنا باركين قيست لي الخواتم في يدي. اول حاجه انت يا زينب غادي تمشي دوموندي البلا ديالك، ولكن هاد المره ما غاديش تاكلي. اما غيتحط البلا ديالك غادي نحاول ندخل بيتي البوم في كاع الماكل، حيت لا ما غادي يكون قادر يشوف والو. نمشي للتواليت وغنرجع. واش واقع ديك اللعيبه الاخرى اللي قلتي لي ديال جوج دغمات ليا ودغمه ليا؟ راه ما غاداش مزيان، حطوا لنا واحد التويشيه بنينه صاحبي، راه ما قدرتش نبقى نتسنى يا تسالي الدغمات ديالها وهي كتاخد عام باش ما بين دغمه ودغمه. شوف صبر انا غنرجع عندك نشوف شنو غندير. هادشي لي كوزامي ديال دوما سير صافي حي. والله ما عقبتش حاجه بوك، ولكن احسن حاجه درتيها جبتيهم معكم بور فيك بنينه بنينه صافي. شو جبت لك؟